وبدي أنتقل مشاهدينا الآن مباشرة لرند الديسي واختصاصية التغذية العلاجية حتى تحكي لنا عن الاستعداد التغذوي لاستقبال الشهر الفضيل. صباح الخير يا رند. صباحك سعيد نسرين. أهلا وسهلا فيكي. شكرا لك، وأكيد صباح سعيد لجميع المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية ضمن برنامج يوم جديد. وانت بصحة وسلامة، إن شاء الله رمضان بينعاد عليكي وعلينا بالصحة والعافية. رمضان شهر الخير، بس مش معناته انه كمان يعني على الفطور ندبها مره واحده، ولا لا يا رنا؟ صحيح، هلا كنت عم بسمع على الراديو انا جاي كيف الناس عم تتحمس للشراء الاشياء بكثره، وقديش نحن عم نجهز الثلاجه بنعبيها بالشكل كامل عشان رمضان. هلا بدنا نحكي كيف انا لازم احضر حالي لشهر رمضان بالطريقه الصحيحه. لو في ناس كمان بتزيد اوزانها بشهر رمضان، مع انه المفروض انه الوزن ينزل. صحيح، الهوى معك رند. شكرا لك نسرين، واكيد صباح سعيد لجميع المشاهدين، واهلا وسهلا فيكم بفقره التغذيه. اليوم رح نحكي كيف انا لازم اتحضر بالطريقه الصحيحه لشهر رمضان. امبارح حكينا شوي بس عن الكافيين وعن السكر وكيف لازم انا ابعد عنهم تدريجيا، لكن اليوم رح نحكي كيف انا لازم احضر جسمي بالطريقه الصحيحه ان كان من جهه الاكل، وكيف نحن لازم نتجهز لشهر رمضان وشو طرق اكلنا اللي لازم تكون فيه. لحتى نبلش ونقول اول نصيحه غذائيه اليوم رح احكيها، ويمكن كل الاشخاص تنصدم منها. دائما كل اخصائيين التغذيه بيحكوا انه اهم وجبه هي وجبه الفطور على الصباح، ولكن نحن رح نحكي بما انه نحن مقبلين على شهر رمضان لازم انه نحن نبعد عن وجبه الفطور. يمكن كثير اشخاص رح تنصدم من هاي المعلومه، ولكن هذا بهاي الطريقه رح اساعد انه شعور الجوع يكون عندي بشكل اقل. كل ما انا اكلت اقل على وجبه الفطور رح يتعود هرمون الجريلين، هرمون الجوع، يكون افرازه بشكل اقل. دائما جسمي لما نحن نعوده انه نحن رح نفطر الصبح على الساعه 8، رح نتغدى الساعه 2، رح نتعشى الساعه 7 او 8، بصير هرمون الجوع الجريلين بصير يفرز قبل ما تيجي هاي الساعات بالضبط. فنحن اذا متعودين انه نفطر الساعه 8 9 او حتى 10، هرمون الجريلين رح يشتغل بطريقه اكبر على هاي الساعات، ويكون عندي جوع بشكل اكبر، فرح يكون بدي اكل بهاي الساعات بشكل اكبر. ولكن اذا نحن من هلا بلشنا انه نحن نبتعد عن وجبه الفطور، رح يصير عندي خربشه بهرمون الجريلين، رح يبطل جسمي يفرزه بالطريقة الصحيحة، وبنفس الوقت رح يبطل في عندي جوع دائم ومستمر على وجبة الفطور، فرح أقلل من نسبة الجوع الموجودة عندي بشكل كتير كبير، ورح أعود جسمي على فكرة أنه نحن مش رح نفطر بعد فترة معينة فطور الصباحي، ولكن بالعكس رح نأجل الغذاء لوقت متأخر. طبعا لكل الاشخاص امبارح نحن حكينا عن الكافيين، ونحن لازم نكون بتاني يوم من تقليل نسبه الكافيين، واليوم نحن مش لازم ناخذ اكثر من كوبين قهوه، واكيد ممكن نستبدل القهوه بالاستبدالات الثانيه مثل الشاي اللي بيحتوي على نسبه كافيين اقل، ممكن نحن ناخذ المشروبات الاعشاب، المشروبات الغازيه بدنا نقطعها بشكل كثير كبير، ممكن نحن نلجا للنسكافيه او القهوه سريعه الذوبان اللي فيها نسبه كافيين اقل من القهوه التركيه او حتى القهوه العربيه المتعارف عليها اللي كمان بتحتوي على نسبه كافيين أقل. طبعا نلجأ لثالث معلومة صحية وغذائية لازم كل الأشخاص يعرفوا فيها. شهر رمضان لازم يكون عندي تحكم بالمأكولات بشكل كتير كبير. طبعا هو شهر العزايم، ورح نضلنا نحن ننعزم أول كم يوم، أكيد رح ناكل بكميات كبيرة، ولكن للأسف رح نحن نكون عم نلغي فكرة الصيام عنا. فكرة الصيام هي تخليص الجسم من السموم بشكل كتير كبير، فنحن لما نصوم لفترات طويلة الجسم ببلش يستخدم الدهون المركزة عندي فيه كأنه يستخدم أو يستخرج منها الطاقة، فنحن منبطل نحرق السكر الموجود بالدم، ولكن على عكس هذا الشيء بيخلص السكر وبنلجأ لمخزون الدهون لناخذ منه الدهون ونبلش نستخدمها. إذا كان عندي الصيام بالطريقة الصحيحة وكمان وجبة الإفطار بالطريقة الصحيحة، اللي رح يصير عندي إنه رح يقلل من عندي من نسب الدهون بشكل كتير كبير، رح نتخلص من نسب عالية كتير من الكوليسترول. أشخاص كتير ممكن هلا عم تاخذ أدوية تعالج الكوليسترول، نسبة الدهون المرتفعة، بنفس الوقت أشخاص عم بتعاني من الضغط السكري رح نلاحظ عندنا نزول بشكل كتير كبير كل الدهون الغير جيدة للجسم بشكل كبير. فخلينا نحن نحاول قد ما بنقدر انه نحن ننظم الافطار عنا بشكل صحيح، ما ناكل اكثر من طاقة جسمنا، واكيد بنفس الوقت ننظم عنا الغذاء، وما ننسى انه وجبة السحور اكيد مهمة ومفيدة. لما الاشخاص تيجي تسال طيب نحن صايمين طول اليوم لازم نحن نغذي اجسامنا، صحيح هاي المعلومه، ولكن بنفس الوقت الغذاء الزايد مش ما بيكون له فائده على الجسم. دائما نحن بنحكي صوموا تصحوا، فلازم نحن يكون عندي صحه بالصيام. لما نحن ناكل بالطريقه الخاطئه مع الصيام للاسف نحن رح نكون عم نشيل سموم الجسم خلال اليوم، فنحن لما عم نصوم عم نتخلص من سموم الجسم، ولكن على وجبه الافطار اذا نحن عم ناكل لحوم كثير، عم ناكل دهون بشكل كثير كبير، وخاصه الاشخاص اللي بتطبخ بالسمنه وبالزيت
الزبده ممكن اننا احنا نرجع هاي الدهون وممكن ترجع الضعف. ونحن بنكون تخلصنا من السموم خلال فتره الصباح وفتره الصيام، ولكن خلال فتره الافطار عم نرجع كل هاي السموم على اجسامنا. اكيد نحن مش رح يخلع رمضان من العزايم، فالصح انه انا لازم اعمله انه دائما نبلش وجبه الافطار بكوب من الشوربه الساخن ليجهز جهازي الهضمي انه نحن نستقبل الاكل بشكل اكبر. ممكن انه نحن باخذ بعديها صحن صغير من السلطه، وبعدين بتجهز انه اخذ الوجبه الرئيسيه. لما نحن يكون عندي سيكونس او نظام معين نحن نتبعه بالوجبات وكيف عم ناكلها وكمان الكميات، جهازي الهضمي رح يتقبل الاكل بطريقه افضل واسهل. غير نحن لما نفطر على كوب من المي او حبه تمر، بعدين نبلش باللحوم والاسماك او حتى الدجاج دغري او دايركتلي. فخلينا ننتبه من هاي المعلومه ونبعد قد ما بنقدر انه نحن نبلش وجبه الافطار بكوب من الاكل الدسم او صحن من الاكل الدسم، ونبلش تدريجيا بالاكل اللي عم ناخده. أشخاص دائما بتسأل طب هل التمر أنا لازم أخذه بالأعداد الفردية أو بالأعداد الزوجية، وكيف أنا بقدر أستهلكه بالطريقة الصحيحة؟ دراسات بتثبت أنه التمر لازم نحن ناخده بالأعداد الفردية. فطبعا كل الأشخاص اللي عندهم هذا المعتقد أنه التمر بأعداد فردية ما بيتحول لدهون بالجسم ولكن بتضل على شكل سكريات، هو اعتقاد صحيح. ولكن الأصح أنه نحن ما ناخد الرقم الأعلى، يعني ما نلجأ لخمس تمرات أو سبع تمرات، ولكن نلجأ لتمرة واحدة أو ثلاث تمرات على حد أعلى. التمرة الواحدة بتحتوي على 60 سعرة حرارية، هي مصدر أكيد غني للحديد البوتاسيوم، وبنفس الوقت بيعطيني بروتينات، ولكن زيادتها ممكن للأسف تكون لها كمان أضرار على الجسم أكثر من فوائدها. فإذا نحن لما هلأ عم نحضر أجسامنا لشهر رمضان، أول شغلة لازم نعملها أنه نحن نبتعد عن الشاي القهوة بشكل كتير كبير، ونبلش التخفيف التدريجي لنحد من وجع الرأس أو الصداع اللي بصيبنا أول كم يوم. بنفس الوقت نبعد عن وجبة الفطور الصباحي لحتى نعود أجسامنا أنه نحن ما رح نجوع على وجبة الفطور، ونحن نتحمل الجوع على فترة أطول. نركز على المي بشكل كتير كبير، لأن المي عامل أساسي بالجوع، ودائما الجسم بيكون عنده خربشة ما بين الشعور بالجوع والشعور بالعطش. فممكن أكيد يكون عندي عامل خاطئ أنه نحن نزيد بالأكل. ما ننسى أنه كمان التحكم بالوجبة الإفطار اللي إحنا عم ناخدها، نبلش بكوب المي، حبة تمر واحدة أو ثلاث حبات كحد أعلى، ودائما نحن الحد الأعلى بنعطيه للرجال والحد الأقل بنعطيه للنساء. كوب سلطة، كوب من الشوربة قبل ما نحن ناخد وجبتنا الرئيسية اللي أكيد رح ياخذ حيز كبير من المعدة. خلي شهر رمضان يكون السبب أنه نحن نتخلص من نسبة كبيرة وعالية جدا من السموم الموجودة بجسمي، ونصوم بالطريقة الصحيحة أكيد لناخذ فوائده بالطريقة الصحيحة. رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم، ورح نشوفكم بعد شهر رمضان إن شاء الله، أو أنا كأخصائية تغذية رح أشوفكم بعد شهر رمضان. بنرجع هلأ لزميلتي دامة لنكمل برنامج يوم جديد، ونهاركم سعيد. يوم جديد رح نشوفهم بعد رمضان. يعطيك ألف عافية يعني، وهي يمكن نصائح كتير فعلا مهمة لأنه كيف نتأقلم مع شهر رمضان الفضيل، وكيف فعلا في بعض الممارسات اللي بتكون خاطئة في التغذية وبالتالي بتأثر على صحة أجسادنا. شكرا لك على هاي المعلومات، ويعطيك ألف عافية. العفو، شكرا لك. أعزائي فاصل ومتواصلين بفقرات برنامج يوم جديد، خليكم معنا.